إذن سعد الله الصباح، مرحبا وسهلا بكم في هذا البث المباشر في تيك توك. نحييكم مشاهدينا الكرام، ونتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أن نكون معكم في صحبة طيبة طيلة ربما هي ساعة ولا ساعتين من البث المشترك. نحن كذلك في بث أيضا على مستوى الانستغرام، نحيي أيضا يعني مشاهدينا على مستوى هذه المنصة. تقريبا هذا ثالث لايف ولا رابع لايف على مستوى الانستغرام أيضا. فهي الحلقة اللي نتكلموا عن المستشفيات في المغرب، يعني نتكلموا عن الحال أو الوضع الصحي في المغرب، اللي هو وضع أيضا متدهور واللي يشبه أيضا الأوضاع الأخرى المتدهورة، واللي تظهر كل يوم عن طريق مجموعة من الفيديوهات. إذن لا تنسوا على مستوى التيك توك أنكم تكبسوا وكذلك تشيروا، بالنسبة أيضا على مستوى الانستغرام أنكم تشاركوا أيضا هذه الفيديوهات. مرحبا وسهلا بكم كاملين، تحياتي لكم. إذن نبدأ إن شاء الله. هذه الحلقة فيها ياسر من الفيديوهات اللي تعبر حقيقة عن الوضع الصحي. إذا أردت أن تعرف قوة أي بلد من البلدان خاصك تنظر إلى البنية الصحية اللي عنده. إذا كانت عنده بنية صحية قوية تشمل يعني المستشفيات وتشمل الأطباء وتشمل الأطر الإدارية وتشمل كذلك يعني خدمات مثلا التحليلات الطبية والعمل الجراحي، فعرف بأنك أمام دولة قوية. إذا لقيت العكس، إذا لقيت يعني المستشفيات متدهورة، إذا لقيت المستعجلات متدهورة، إذا لقيت أنه الخصاص كبير في المستشفيات، فيمكن أن ذاك تحكم على 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 دولة معينة. طبعا هناك العياشة دائما يحاولوا يلوحون على الجزائر. احنا اليوم ما نتكلموا عن الجزائر، لا خيما، احنا ما نتكلموا عن الجزائر. وإذا بغينا نتكلموا عن الجزائر نتكلموا عن تونس، نتكلموا عن مصر، وتكلم انت كذلك عن مصر، ولكن ممكن تبدا كذلك بزريبتكم، بزريبة محمد السادس اللي نعرفوها. يعني احنا نعرفوا زريبة السادس ونعرفوا ماذا يجري فيها، ونعرفوا حال مستشفياتها، ونعرفوا حال اقتصادها، ونعرفوا المخزن الذي يحكمها. ولذلك احنا رانا بادين بالمغرب، نكملوا ان شاء الله من المغرب نمشوا للجزائر اذا اردت. لكن العياشة يحاولوا دائما يحولون الصراع الى مغربي جزائري. الجزائر عندها مستشفياتها، عندها ناس اللي يتكلموا عنها، عندها ناس اللي صحوا اوضاعها الى عاد عندها اختلالات، عندها ناس اللي يتكلموا عنها. الجزائر ما هي محتاجة احنا نتكلموا عنها، لكن المغرب احنا نعرفوه، ونعرفه بأنه منهار على كافة المستويات، ونعرفه بأنه 23 عام ولا 24 سنة من حكم محمد السادس ما استطاع لأنه يوفر مستشفى واحد يعالج فيه هو قبل ما يعالج فيه الشعب، لدرجة أنه محمد السادس منين يمرض يعني يذهب إلى فرنسا يتعالج في فرنسا، ما يتعالج عنده في وطنه، ما يتعالج في بلده، ما يتعالج في المستشفيات اللي أسسها للشعب. ما يمشي مثلا لبنو سينا في الرباط، والله يمشي لمستشفى الليمون في الرباط، والله يمشي للمستشفى العسكري في الرباط، والله يمشي لمستشفى موريزكو في الدار البيضاء، والله يمشي لمستشفى محمد السادس في مراكش، ولا يمشي للمستشفى الجامعي الغساني في فاس. هذو كلهم هذه مستشفيات ما يتعالج فيهم الملك، وإنما يعالج فيهم شعبه المقهور، يعني يعالج فيهم شعبه المقهور. وطبعا كل مولي كذلك من يقول مولي خاين، الخاين هو محمد السادس اللي ما قد يوفر لكم مستشفيات، ولا قد يعاملكم انتم كبشر، وما قد يهتم بكم كمواطنين ويعطيكم حقوقكم في المواطنة، برغم انكم تخلصوا في نهاية الشهر. اما انا ما عندي نخونكم ولا ما تخونوني، ما بيني معكم شيء، ما عندي مسؤولية سياسية، ما كنت ملك للمغرب، ما كنت وزير في المغرب، ما كنت مسؤول في المغرب، حر. انا عندي قناعاتي ومبادئي وافكاري، حر فيها، نمشي هاك والله نمشي هاك والله نمشي هاك، ما عندي اي شيء مشترك معاكم حتى نخونكم ولا تخونوني. وهذا خطاب العياشة طبعا، وخطاب المخابرات المغربية اللي تبغي دائما تحاول تفقد المصداقية عند المخاطب. احنا مصداقيتنا واضحة الحمد لله. تعال نتكلم لك على، تعال تسمع الوضع. هذا فيديو لوالد طفلة مغربية قالها سلمى الياسيني.
هذه سلمى الياسيني دخلت على عملية بسيطة جدا في مستشفى سانية الرمل في تطوان، هذا فقط البارح يعني قبل حوالي 7 ساعات فقط. دخلت من أجل عملية جراحية بسيطة جدا، وانتقلت إلى رحمة الله بسبب هذا الوضع اللي نتكلم عنه في المستشفيات المغربية. يعني هذا الوضع المتدهور في المستشفيات المغربية نتج عنه هذه الوفاة، كيف ما نتجت عنه وفاة كذلك هيك الأم في الناظور، كما نتجت عنه وفيات أخرى، وكما ستنتج عنه كذلك وفيات أخرى في المستقبل. إذن الوضع واضح جدا. يعني إذا تعالوا نسمعوا، ممكن نشوفوا إذا كان حد باغي يتدخل معنا، من فضلكم يعود هناك احترام طبعا، ما يعود هناك الكلام الساقط، من فضلكم. الإنسان السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام يا أخي أنور، مرحبا وسهلا. ممكن تسمع معنا هذا الفيديو؟ تحياتي. ممكن تسمع معنا هذا الفيديو؟ مرحبا وسهلا. ان شاء الله. تفضل تفضل. مشات تعمل عمليه على الكراجم في المستشفى ديال محمد السادس في الرينكون، وقتلوها تما، خرجوها من تما ميته، طلعوها لهنايا ثانيه درمل، دخلوها هنايا الانعاش من بعد ما نعشوها وكذا، وردوا لها القلب ديالها الى اخره، بقات هنايا المده ديال 3 شهور والزياده، وهي هنايا نعسه في ثانيه درمل. بنتي ما كانوش كيتهلاو فيها، ما كانوش كيهتموا بها، لا بالادويه لا حتى بشي حاجه. يعني بنتي قتلوها في الرينكون، وهنا في السبيطار الاقليمي ديال ثانيه درمل في تطوان زادوا كملوا عليها، بمعنى الكلمه زادوا كملوا عليها. يعني بنتي ما ما ما, ما لقاو لها شي الحل هنايا بتاتا، يعني ما كانش عندها الحل. وهاد الناس هادو رغبناهم وزوقنا فيهم، وعينا ما ناشدوا، عينا ما نغوتوا، كنقولوا لهم هاد البنت هادي الا باقي فيها شي ما يدار، الا باقي عندها شي حل، شوفوا لا شي قنت فين تعالج، ديوها على برا، ديوها لشي مطاع، لكن بدون اذان صحيه. صراحة الله بنتي قتلوها في الرينكون، وزادوا كملوها ليها هنايا في هذا السبيطار هذا الاقليمي اللي كيتواجد في تطوان، والنبينا عليه السلام. وهذا الشيء اللي وقع اخوتنا المغاربه، اخوتنا المسلمين، جزاكم الله خيرا. راكم كتبعوني دائما وكتعرفوا الاحداث ديال بنتي سلمى الياسيني من نهار الاول حتى لهذا النهار هذا. اليوم كان الوفاه ديالها، الله يرحمها ويوسع عليها، الله يرحمها ويوسع عليها. كيفاش الحاله ديال الام ديالها؟ غير حالة الأم، باقي ما شفتهاش هي، طالعة هي ماشية دابا إن شاء الله، دابا غادي تجي وغادي تهضر معاكم، حتى هي غادي تعطي الرأي ديالها. بنتي قتلوها عباد الله، بنتي عينا ما ناشدوا المسؤولين، جا وزير الصحة هنايا دار يعني دار المسائل ديالو، جا يعني اللجنة من طرف سيد وزير الصحة دارت يعني المسائل ديالها هنايا ومشات بحالو. هضرنا معاهم قلنا لهم ودي هاد البنت هادي إلا كان باقي فيها شي ما يدار، هزوها لشي قنت آخر، ديوها لشي بلاصة فين غادي تداويوها. قال لك بحال بحال اسيدي، بحال بحالها هي دابا ماتت صافي. اذا السبيطار ديال الرينكون محمد السادس دار تما جريمه من الدرجه الاولى في سلمى بنت الياسيني، هنا في هذا السبيطار هذا زادوا كملوا عليها. اذا جوج الناس داخلين في جريمه واحده، بنتي تقتلت من طرف اطباء سبيطار محمد السادس اللي كيتواجد في الرينكون، وغادي تبقى ان شاء الله في الرقبه ديالو، وغادي تحاسبهم امام الله سبحانه وتعالى. بنتي جبتها صحيحه وفصيحه، ما فيها حتى شي حاجه. لا اخ انور تحياتي، مرحبا وسهلا. جبتها غير باش تحياتي لك اخ، تحياتي اخ رضي. انا غير عندي واحد المداخله بسيطه الى سمحت لي اخ. تفضل تفضل. ان 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 هذه الاخطاء اللي كتوقع في المغرب ومن زمان، يعني ماشي هذه الاخطاء ماشي جديده، اخطاء طبيه ماشي جديده في القطاع الطبي المغربي. وكنظن ان اللي ظهر للساحه وهي السوشيال ميديا. لكن عندي سؤال اخر رضي، بدا انا واحد النقطه نوضحها لك. انا مغربي مهاجر بهولندا، ما عندي علاقه لا بالتعيشات ولا انا انسان كيشتغل على طرف الخبز ديالو. غير بغيت نقول لك فين كنت انت مع الاخطاء في الماضي؟ لا لا لا، شوف شوف، اول حاجه شوف الاخ انور، الاخ انور، الاخ انور، لا لا الاخ انور، الاخ انور، شوف الاخ انور، الاخ انور، شوف الاخ انور، شوف الاخ انور، لا لا لا، شوف شوف الاخ انور، لا 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 لا، شوف ما نسمح لك بشخصنه الحوار، لا لا، شخصنه الحوار، شخصنه الحوار، شخصنه الحوار ما نسمح لك بها. لان شوف، لان ماني انا، شوف انا منين نفتح اللايف على باش ما تضيعنا الوقت، احنا نناقشوا اليوم. شوف احنا، شوف اسمعني 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 اسمعني، إذا عتلي تناقش معايا أنا كشخص، الساعة اللي نفتح أنا لايف كشخص،
وتحاسب معايا. انت بغيت تتحاسب معايا كيف ما, ما, ما وما هو من حقك تتحاسب معايا؟ لا 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 شوف الا عدت لي ضيعنا الوقت. شوف احنا نناقشوا صحه المغاربه. الا عاد انت عندك, الا عاد عندك اهم, الا عاد عندك اهم, عندك اهم. شوف لا مات شخصا معايا, شوف مات شخصا معايا. انتم العياشه, انتم العياشه هذا. وشوف اسمعني ايوا شفت, ايه شفت مع بيك مانك جاي. لا لا والله يعاونك, الله يعاونك, الله يعاونك. هو انزل انزل يلا انزل يلا انزل يلا انزل 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 انزل. نخدم المخابرات, نخدم المخابرات الجزائري. شوف نخدم المخابرات رخيص. شوف 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 نخدم المخابرات الجزائرية, ولا نخدم مع الاف بي اي, ولا نخدم مع السي اي اي, ولا نخدم وشوف ونخدم مع المخابرات. وصل فوزولي فاش شفت هذا هو, هذا هو. انتم تناقش ما بيك تناقش معايا كشخص. انا نشوف نخدم مع اللي بغيت, شوف نخدم مع اللي بغيت, شوف نخدم اللي بغيت, فهمت؟ شوف نخدم 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 اللي بغيت. اسمع انوار, نخدم مع اللي بغيت ونقول اللي بغيت, وانا حر نقول اللي بغيت. يا غير حنا هون نناقشوا موضوع صحة المغاربة. عندك شي ما تقدم فيه مرحبا وسهلا, ما عندك شي ما تقدم فيه انزل. ها ومالك نزلت؟ مرحبا تفضل الاخ. مرحبا وسهلا, نسمعك ضعيف. السلام عليكم, صباح الخير. عليكم السلام, نسمعك ضعيف, نسمعك ضعيف. لا لا مازال نسمعك ضعيف. مرحبا وسهلا الاخ قادري. قادري تحياتي. واش راك لاباس؟ لاباس عليك والله. الحمد لله الحمد لله, مبارك فيك. كالعاده احنا نناقشوا موضوع عام, يجيك واحد انت انت مات انت مات انت. يا اخي احنا من تكلمت قلت خدام على المخابرات الجزائريه. راني خدام على المخابرات الجزائريه. ولا وش مشكلتكم انتم؟ نخدم انا مع المخابرات الجزائريه, شو مشكلتكم؟ نخدم مع المخابرات الجزائريه ونخدم مع المخابرات البرتقيزيه, شنو مشكلتكم؟ شنو مشكلتكم؟ يعني اللي يقول لكم الحق خدام على المخابرات الجزائريه, اللي يكذب معاكم هذاك هذاك راه مو خدام على المخابرات الجزائريه. البؤساء البؤساء الله يهديهم, شنقول يا سيما الله يهديهم. مرحبا تفضل الاخ, تفضل الاخ تضحيه, رانا ما سامعينك. السلام عليكم. وعليكم السلام, تفضلي الاخت مريم. مرحبا وسهلا. شفت ان الموضوع كيتعلق بالمستشفيات ياك؟ عرفينا بنفسك لو سمحتي. أنا معكم مريم من مدينة سيديكو. مرحبا وسهلا, مرحبا وسهلا. حاليا في إسبانيا. مرحبا وسهلا أخت مريم, مرحبا. يا نعم عندنا هو المستشفيات. كنت أتكلم على المستشفيات. هو المستشفيات صفة عامة, تبارك الله ما نكونوش بحالك, أنت راه عارف كل شيء. ولكن راه في الدول كامل ديال ديالنا ديال العالم الثالث راه كلهم مزريين. أوا غير احنا ما تكلمنا عن العالم الثالث, احنا تكلمنا عن المغرب. انت يرضيك على انه اليوم في ايفني الناس ما عندهم مستشفى يتعالجوا فيه؟ يرضيك؟ يرضيك يعودوا الناس حاب الدياليز؟ لحظه 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 لحظه, يرضيك على انه يعودوا الناس اللي في الدياليز بعدوا الدياليز في ايفني يتموا مليوحين قدام مركز دياليز فاميلين يتوفاو؟ يرضيك؟ جيب شي قلت لك غير العالم الثالث كامل. لا خلينا من العالم الثالث, خلينا من العالم الثالث. احنا ناقشي معانا احنا ناقشي معانا الله يطول عمرك. قولي لنا شنو رايك انت في هذا الوضع الصحي اللي موجود في المغرب؟ يعني هذا هو اللي سوى. اما العالم الثالث الاغلبيه الناس علاش هاجرات؟ الوضع الصحي ووضع التعليم كله متدهور بزاف. كنجيو هنا الحمد لله, كنت تقريبا هنا, ما عرفتش كنت في اسبانيا ولا لا. اسبانيا كنت في الوراق, واخا ما عندكش الوراق كتعاني مجانا الحمد لله. الناس انا كنعرفهم كان عندهم, احنا اللي خرج علينا في المغرب الخوصاصه يعني الشفاره. كل شيء الخوصاصه, لا في التعليم ولا في الصحه. وشنو الحل عندك؟ شنو الحل اخت مريم؟ شنو شنو الحل الاخت مريم؟ انا بالنسبه لي هذاك الخوصاصه ما خاصهاش, انا كنمشي دابا عند الطبيب
في السبيطار العام كيقول لك اجي عندي الكليريك الفلاني ونتهم معك في الثمن الفلاني، علاش تبيع وتشري فيه؟ ولا صحه فابور هذيك الخصوصه في الجبهه هذيك انا هي اللي ما تبقاش معها لا في التعليم ولا في الصحه، لان تدهور لا التعليم ولا الصحه بسبب هذه الخصوصه. ايوا راهو الدرويش، راه الدرويش ما يعيش بحال كما كنهضر انا كنهضر على مدينتي يفني، اغلبيه الناس بيطارا اغلبيه الناس هاجروا غير هنا لاوروبا الفلوكه، يعني الناس ما عندهمش ما كاينش شي مدخول ولا الناس لابس عليهم ولا على قد الحال وصافي. رغم ذلك كبقات الناس كتستنزف وكتطاجر بصحه الانسان، ومسكين الناس كطلاب الناس ما كتخلي ما دير باش تقدر مسكينه واحد من الحقوق ديالها اللي خاصو اصلا يكون بالمجان كتمشي تكافح عليه باش انها تمشي تداوى. انا صراحه هادشي اللي كيبقى فيا بزاف خصوصا هاد المجالين ديال الصحه والتعليم، هادو رجعوا شوف غير تبارك الله في شحال هادي من زمان ما كانش الخصاصه في التعليم، تبارك الله خرجوا الاساتذه قوضة الناس قاريه الناس واعيه، دابا ما كاينش حتى والو كلشي مشمكه، حتى الفلوس راه ما كيقراوش، راه غير الفلوس كتعطي الفلوس وكتنجح. ومن هو اللي تسبب في الخصاصه؟ من هو اللي تسبب في الخصاصه الاخت مريم؟ من هو؟ هذيك هي اللي ما عرفتش، ما عرفت انا شكون هو. ما كيفاش ما عرفتي؟ كيفاش ما عرفتي؟ كيفاش ما عرفتي؟ كيفاش ما عرفتي شكون اللي تسبب في الخصاصه؟ من هو اللي مقابل البلاد ويسير البلاد ويحول هذا القطع لهون ويسمع هون ويوقع لهون؟ من هو؟ في نظرك من هو؟ كيمشيو يديروا الكلينيكات ديالهم وداكشي. غير من هو اللي خاصو يراقبهم؟ من هو اللي خاصو يراقبهم؟ من هو اللي خاصو يراقبهم؟ هي ما حبش تقول الملك، انا ماشي ما حبش نقول. لا لا حنا ما قلنا لك على الملك، حنا ما قلنا لك الملك الا على انه لا غير كنقرا. الله خليك من التعاليق، خليك من التعاليق. غير من انت في اسبانيا، قولي لي اسبانيا هي ماش باش ماشيه اسبانيا ماشيه بانه لا الاطباء راهم عارفين حدودهم وشغالين. والله والله هناك والله كاين شي قالوا، والله كاين شي قالوا القضاء، كاين شي قالوا القضاء يعني اللي يحكم في الجميع، كاين شي قالوا القانون اللي يتحكم في كل شيء. احنا الى حيدنا الرشوه غادي يكون مزيان، خاص كلشي يتقاضى، كل واحد يتقاضى على المسؤوليه اللي كيديرها. ولكن باش لينا قلعوا الرشوه في المغرب؟ باش لينا قلعوا الرشوه في المغرب؟ باش لينا قلعوا الرشوه؟ لا باش لينا نقلعوها فرضا، احنا لينا نقلعوها، احنا لينا نجحوا اننا نقلعوها، ولكن باش لينا نقلعوها مثلا؟ باش الناس تحاسب، كل واحد بالقانون. انت تعرفي عن ايفني مؤخرا كانت فيها فضيحه قد الخله، هي اغتصاب الطفله حنان، هيك الشابه حنان، وتعرفي بانه مسكينه اضطرت حتى انها تحاول الانتحار في المحكمه. ولو كان هناك قانون هاي السيدة تحاول تنتحر وسط المحكمة؟ والو واش نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. رانك جاوبتي نفسك بنفسك، ما كاين شي قال له القانون. انا ما قلت لك شيء، انا ماشي ضد، انا يكون في الضد كما طلع معك، انا كنقول لك بلي راه كاين مشكل وكاين شيء، انا كنهضر معك، انا باش عجبتيني قلتي هذا نقاش عام، هذاك الشيء علاش دخلت فهمتي؟ انا سيس هذاك الشيء طب راسهم، ولكن شي حاجه بصح انا مضروري منها عادي. انا وراه المشكلة على انه شتي الاخت مريم كل شيء في المغرب دخلته السياسه، ما كاين شيء ما دخلته السياسه، ما خلاو السبيطار بنا فيه السياسه، ما خلاو بلديه ما فيها السياسه، ما خلاو مجلس اقليمي ما فيه السياسه، ما خلاو شيء ما فيه السياسه، كل شيء داخله فيه السياسه. والسياسه منين تعود معاها يعود معاها خرق القانون، راه صافي عايشين في الزريبه، كلها اللي بغى يعدل شيء يعدلوا، وهذا الشيء اللي واقع دريك. والله يصاوب، امين. شكرا لك. بعدا راه تصوبينا جينا هنايا. وحمد الله وشكرا. حمد الله وشكرا. لا مرحبا بك وسهلا. حمد الله وشكرا على انك راك عدتي مع الناس المحترمين اللي يحترموا القانون وفي دوله ديمقراطيه. اما راهم الناس مساكين مسالوا فم يحسبوا الايام. والله يا والحمد لله. مرحبا شكرا العفو محمد العفو والله مرحبا وسهلا. العفو والله مرحبا وسهلا. والله مرحبا مرحبا. لا قادري مرحبا وسهلا تفضل، خليناك تنتظر. لو كان كنت تحركت
في النقاش ولا ربما كانت تخرج عن النقاش وتدخل في الجزائر. لا 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 هذه ديمقراطيه. لا لا هي كانت الديمقراطيه، كانت ديمقراطيه. كاين منهم اللي رحبوا كذلك بالاخ المصري، تحياتي رموز الامه، تحياتي لك مرحبا وسهلا. الان عرفت حسابك الاخ، بارك الله فيك. صباح النور، مرحبا وسهلا. والله مرحبا وسهلا بك الاخ ابراهيم. لا ابراهيم اي مرحبا. ممكن تتحاوروا كيف بغيت يعني. مرحبا وسهلا. عليكم السلام تفضل حق ابراهيم تفضل. فقط للتوضيح للشعوب العربية اللي هي بتتقاسم معانا الأصل والدين والعرق، يعني الدول بتتبني على سلطات مؤسساتية. على سبيل المثال سواء كانت مملكة، سلطنة، إمارة، جمهورية، بتتبني على مؤسسات منفصلة كلها بعضها عن بعض. يعني المؤسسة القضائية مؤسسة حرة ليست عليها سلطات لأنها مؤسسة سيادية. المؤسسة التشريعية في أي بلد هي مؤسسة حرة ليست عليها سلطات لأنها مؤسسة سيادية. وبعد كده المؤسسة التنفيذية سواء كانت جمهورية بيكون الرئيس، سواء كانت جمهورية وزارية بيكون رئيس الوزراء، سواء كانت مملكة بيكون الملك. فالثلاث سلطات دول عشان تكون الدولة دولة حضرية أو متحضرة لابد أن الثلاث سلطات يغزلوا عن بعض، يراقبوا بعض، يكون عندهم تنافس لتقديم الأحسن للشعب. أي دولة كانت تحكم بالشكل اللي بتحكم بيه أوروبا في القرون الوسطى اللي هو الحكم الشمولي، بيكون كل المؤسسات دي تحت رحمة أو تحت سلطة إنسان واحد يسمى الملك أو السلطان أو الأمير، أو في بعض حاليا في بعض البلاد الرئيس الدكتاتوري اللي هو في إيديه السلطة القضائية وفي إيديه السلطة التشريعية وفي إيديه السلطة التنفيذية. دي بتبقى دولة متخلفة، بتبقى دولة رجعية ما عندهاش سبل وأسس التطور والتقدم. إحنا لما بنيجي نشوف أوروبا في القرون الوسطى بنلاقي كان فيها المثل ده متحقق بصراحة اللي هو الحكم الشمولي، الملك من يتعارض مع أفكار الملك فهو يتعارض مع أفكار الإله، ومن يتعارض مع أفكار الملك فهو متهرطق يستباح دمه وتستباح داره وزوجته وأبنائه. إذن الحكم ده رفضته أوروبا في نهاية القرون الوسطى وصدرته لينا. بقينا نشوف في بلادنا إن في ملك لا ينطق عن الهوى، من لا يجب معارضته، وهو المتحكم في السلطة القضائية وفي السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية. ده طبعا الفكر. لا أخ إبراهيم، لا أخ إبراهيم اسمح لي أنا على المقاطعة. لما أثرت هي قضية القضاء في المغرب، أول شيء كل الأحكام القضائية في المغرب تنطق باسم الملك، هذا أول شيء، يعني لا تنطق باسم الشعب، تنطق باسم الملك. الأمر الثاني كل القضاة يعينون بظهائر ملكية، يعني تعييناتهم بعد أن يتخرجوا من معاهد القضاء يعينون بظهائر الملك، والملك هو من يسمح ببقائهم في سلك القضاء أو بإقالتهم من القضاء، يعني لا يمكن إقالتهم إلا بأمر من الملك. الأمر الثالث هو أن كل وكلاء الملك وكل الوكلاء العامين للملك في المغرب هم وكلاء يعينون من طرف الملك، وبعد ذلك تأتي سلطة أخرى هي سلطة المخابرات لا ديستي، هذه المخابرات الداخلية هي التي تتحكم في كل شاذة وفاذ وتصل إلى كل يعني مفاصل القضاء وتتحكم في كل الملفات في المحاكم وتصبح هي الآمر الناهي في المحاكم. وهذا هو الذي يحدث الكارثة، لأن كل من تريد الدولة بين قوسين التصفية الحسابات معه فإنها توعز إلى القضاة بأن يصدروا في حقه حكما على مقاس المخابرات، فلا سلطة للقاضي، وكل ما تشاهده من محاكمات ليست سوى محاكمات صورية في المغرب. يعني حتى أنه في بعض الأحيان إذا كنت يعني عندك علاقة مع رجال القضاء فيمكن أن يقترحوا عليك مقترحين لحكمين قضائيين منفصلين، تختار من بينهما يعني من تختار من الأحكام، يعني عندك إمكانية. هذا فظيع، هذا فظيع، وهذا هو الذي يجعل كل المؤسسات معطلة ويجعل كل النافذين وأصحاب الأموال ومن لديهم سلطة علاقة بالسلطة يستأسدون على الشعب. تفضل الأخ إبراهيم.
بارك الله فيك، هو ده اللي احنا بنسميه الحكم الشمولي، ان السلط كلها في ايدين شخص واحد هو اللي بيتحكم بمصير البلاد والعباد. اذا تخالفت معاه القضاء في ايديه هيحكم عليك قانونيا باحكام طبعا مغلظه، اذا توافقت معاه ليك طبعا عطاء. ان نرجع للسلطه التشريعيه، ودي سلطه مهمه جدا جدا جدا. ها اذا شفت التشريع اللي بيحط اللي بيتحط في البلد اللي بيتطبق بعد كده على المؤسسات وعلى الافراد، بنلاقي برضو الملك هو اللي بيحطه. حابين نعمل مثلا تشريع لتغيير سن الحضانه او الام تسافر هي وابنها بدون الرجوع للاب، ودي من المشاكل الانسانيه الكبيره جدا اللي بتمر بيها المغرب حاليا، ان الام المطلقه ليها الحق ان هي تتجوز بدون الرجوع للطليق مثلا، وان هي تسافر خارج البلد بدون الرجوع لطريقها الاساسي. فانت كده حطيت كل السلطات في ايدين انسان غير مؤهل. يعني حتى لو كان محمد السادس مؤهل قانونيا وعلميا لاداره هذه المشاكل الجامه اللي موجوده في المغرب، احنا ممكن نقول مش مشكله، عنده رؤيه، عنده وجهه نظر، فبيقود البلد تشريعيا وقضائيا وتنفيذيا لوجهه نظر هتتطور بيها المغرب في المستقبل، وهنشوفها دولة مصنعة ودولة اقتصادية قوية، وعندها يعني العالم المحيط بيها هو اللي محتاج لها، ومحتاج لصناعتها، ومحتاج لقوتها السياسية والعسكرية. ولكن احنا شايفين ان البلد ستقاط من شخص مغيب تماما عن الواقع، غير موجود، مستشارين ليست لهم اي يعني حب للإسلام، ولا ليسوا اصلا مسلمين، هم اللي بيقودوا المغرب لافكار شاذة يعني غير متبنيه من الشعب المغربي. فللاسف معنى كلمه الحكم الشمولي تتجلى واضحه في المغرب. تماما. دعني الاخ ابراهيم، نعرض معاك ايضا واحد من الفيديوهات التي تدل على واقع يعني هذا الشعب، لانه موضوعنا اليوم هو المستشفيات، وهي دليل ايضا على تدهور الاوضاع في المغرب. شوف هذا الفيديو من وسط المغرب، لحظة، من وسط المغرب، من المناطق النائية المعروفة بالثلوج، وكيف تنقل هذه السيدة على الأكتاف، يعني تنقل على الأكتاف، انظر. امرأة حامل، احنا ماشي بشر، سيدة لا حول ولا قوة الا بالله، انا ابنائي البلد حركت، لا حول ولا قوة الا بالله، هاتي التوق قرن توغم انت يا وحدار تبغى المسكينة هاتي تمتتها، ها سبعة كولوميت ولا خمسة كولوميت، مش كاعد غير في الدبين بغير غير درغت أربعة السوايع، خمسة السوايع واش أنا لوتفل، ها لا حول ولا قوة إلا بالله، ها الدراري مزينين، ها هاتي مغارين مساكن تكرف سنت لا حول ولا قوة إلا بالله، الله الله السلح السي خليل أوا سجين ما شاء الله خالتيها رغرم رغرم هاتي نموت بسم الله كغرومين خمسة تغرم تبزو السكوار. رأيت الأخ إبراهيم، يعني هذا قطعوا 6 كيلومترات بين الثلوج وهم يحملون السيدة الحامل على الأكتاف من أجل نقلها فقط إلى أقرب طريق حتى يقوموا بنقلها إلى أقرب مستشفى. أنا للأسف أعرف حتى واحدة ماتت في موضوع بسبب الولادة، ماتت. نعم هذه كعنده، ولكن للأسف النظام المغربي استغل فترة بطولة الكرة اللي كانت مقامة في قطر، ها، ولغى الدعم الطبي للشعب المغربي، شاف نشوة الانتصار في المزاج العام للمجتمع المغربي، وبدأ بخبث شديد يستغل هذه النشوة في الانتصار الرياضي لمصالحه الشخصية، فلغى الدعم الصحي اللي كان بيغطي نسبة كبيرة جدا من الشعب المغربي. يا ريت برضو ممكن نتكلم في الموضوع ده لأنه مهم جدا، إزاي النظام الشمولي بيستغل بعض الفترات الزمنية لمصالحه الشخصية، وطبعا احنا عارفين ان في المستقبل هيبدا رفع الدعم عن مواد الطاقه الغاز، وهتوصل في نهايه العام لانبوب الغاز او قاروره الغاز هتوصل ل 140 درهم،
احنا نطلع معنا احد العياشه، راني نطلع معنا احد العياشه، من فضلك ما يعود كلام ساقط احتراما للمشاهدين، وعبر عن رايك. تفضل الاخ علال. ما فيش، ما كاينش لا تيح الهضره لا والو. هذا انت، هذا انت، هذا انت مالي من كونت اخر. انت انت من كونت اخر. هذا هو الكونت ديالي. المهم لحظه لحظه، خلي الاخ ابراهيم، خلي الاخ ابراهيم يكمل، ومن بعد ومن بعد تدخل ان شاء الله. تفضل الاخ ابراهيم. لا هو هو فقط احنا بنوجه لي الطرح، ليه اوروبا نهت حكم السادس والتاسع والثامن ولويس 14 ولويس 9 وكاتورز ودي السات والكلام ده، الارقام دي اللي كانت بتحكم في فرنسا، ليه فرنسا بغاضتها وخرجت عليها؟ وشفنا فرنسا حاليا متطوره صناعيا واقتصاديا وسياسيا وعلميا، وصدرته لينا، بقينا نحكم من الثاني والثالث والسادس، والسادس يجي بعد الرابع والثامن. ليه الافكار اللي فشلت في اوروبا احنا بنتبناها وبندافع عنها؟ وليه شايفين ان عدم مسانده هذه الانظمه يعني ضياع وتفتت الدوله؟ طب ما ربما ان احنا كشعب عنده ثقل تاريخي وعنده تاريخ كبير في وحضاره كبيره، لو بغض الفكر دوت وظهروا وبنى حكم جديد عنده، يعني زي ما ربنا قال وامرهم شورى بينهم، امرهم شورى بينهم يعني هو ايه؟ هو الديمقراطيه فقط. ليه ليه المغرب ما يتبناش اذا كان الملك حابب يستمر، يستمر بملكيه شرفيه ويكون فيه رئاسه الوزراء هي اللي بتتحكم يعني فعليا في البلاد، يعني بتعبر عن وجهه نظر الشعب المغربي، ليه المغرب، ليه الملك متداخل في كل المؤسسات وفسدها؟ اتفضل. الاخ العياش راهو عطيك السؤال. الاخ ليا افتح، افتح الميكروفون، افتح الميكروفون، راهو عندك الميكروفون مغلق. ايها العياش مرحبا وسهلا، تفضل، راهو طرح عليك السؤال. هو عندي المعلقه على ذاك الفيديو اللي ما وريتي لي ذاك الفيديو. ايوا غير جاوب الراجل، جاوب جاوب ابراهيم، راهو طرح عليك سؤال، راهو طرح عليك سؤال. من كان كنت تسمع ولا لا؟ واش غادي نجاوب؟ هو هو اساسا مصر، هو اساسا رانا نسمعوك ضعيف شوي، قرب الميكروفون، قرب التليفون على فمك، رانا نسمعوك ضعيف. قلت لك هو كيهضر علينا على بلادنا على المغرب، هو اساسا عنده المشاكل في مصر، يهضر على المشاكل نتاعهم. لا خلي مصر، لا احنا عارفين عن مصر فيها المشاكل، وتونس فيها المشاكل، والجزائر فيها المشاكل، وكل شيء فيه المشاكل، وانت من حقك كذلك انت كمواطن تتكلم عن مصر وعن مشاكل مصر. لكن هو طرح عليك سؤال، قال لك الملك لماذا ما يعود عندكم ملك كيف ما يحدث في فرنسا، حتى هما صنعوا دولتهم وتخلصوا من الملكيه وعاد عندهم نظام جمهوري ونجحوا في ذلك. جاوبوا. والشعب ديالنا باغي هذاك الدستور اللي داير المغرب، باغي الشعب، الشعب هو اللي باغي الملك يكون مسؤول. قرب التليفون من فما، قرب التليفون ولا قلع، قلع الكيت، قلع الكيت، رانا كنت نعدل الكيت والله. أو انت قاعد، انت راسلينك تدافع عن الملك، قاعد مالك تتحزم، خاصك تتحزم باش تدافع على الملك، تحزم. انا ما انا تسمعني؟ اه دراك نسمعوك، تحزم باش تدافع على الملك دفاع عن شريسل. انا انا ما كندافعش على الملك. لا لا دافع على الملك، وانت الدستور نتاعك انت دافع على الملك، ذا هو انت دار لنا الشعار هون ما نعرفهاش. انا كندافع، كندافع على البلاد، دابا البلاد الشعب ديالها باغي الملك، باغي داك الدستور هذاك، الملك يكون مسؤول على اي حاجه في المغرب. حتى ولو كان ملكا فاشلا مثلا، حتى اذا كان فاشل، حتى اذا كان فاشل بغيتوه مثلا. فاشل. كيفاش ما هو فاشل؟ مثلا 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 انتوما المناطق الجنوبيه. خلينا بالاحلى نجوا للمناطق. ما فيش الاستقلال. لا لا خلينا من المناطق الجنوبيه، احنا دراك قلنا اذا كان الملك فاشل وقابلين، وانتم واش انتم قابلين على انه يعود فاشل؟ يعني قابلين على انه يعود يحكمكم واحد فاشل ما هو ساكن معاكم، ما يسيركم، بايعكم لاسرائيل، مدخلكم التطبيع، خايل الامانه مع مع مع, مع الشعب، ما هو معين حكومه في المستوى، باغين هذا الشيء، انتم باغين يستمر.
الاخ قادري قادري على ما اعتقد عندك ضجيج على ما اعتقد. الاخ قادري عندك ضجيج. اغلق الميكروفون الاخ قادري من فضلك. الان اوكي الان نسمعك. تفضل تفضل الاخ العياش تفضل. دابا كل واحد والراي ديالو. دابا انت معارض الراي ديال الراي ديالك هو هذاك، ولكن الاغلبيه باغيين الملك باغيين داك النظام. وانا براسي انا بيدي خارج من المغرب 1996 وعاجبني هذا النظام اللي كاين في المغرب. انت خارج من المغرب؟ انت مالك عايش في المغرب؟ خارج في 1996 خارج من المغرب. انت مالك عايش في المغرب وباغي الشعب المغربي تم عايش في هذيك المعيشه؟ على ما تعيش في المغرب يعني عاد المغرب زين والملك زين، منين عايش؟ عايش في بلاد برا والسلام. هو عايش في بلاد شو سبحان الله. انت عايش في بلاد، انت خليت المغرب الزوين اللي تقولنا زوين، وخليت فيه هذوك المغاربه مساكينين يموتوا مع المستشفيات، وشي يموت في الطريق، وشي يموت شي تموت لامه في المستشفى. اسمعني 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 اسمعني. انت باغي، انت تقول لي الناس بغاو الملك، وانت عايش خارج المغرب وتقول ان المغرب زين، وعلى ما تعيش في المغرب؟ على ما تعيش مع هذوك المغاربه؟ على ما تعيش معاهم وتعيش في مستشفياتهم وتعالج في مستشفياتهم وتمشي حتى انت قدام محاكم؟ اي بلاد، اي بلاد فيها اللي حاجه مزيانه فيها الحاجه اللي ماشي مزيانه. في اي بلاد تمشي لالمانيا تلقى الناس يا غار ما اختلفت معاك في الشارع. ما اختلفت معاك على انه اي بلاد فيها وفيها. يا غار انت مخلي بلادك هذه الزينه اللي تقول لنا زينه مخليها وعايش في بلدان الغير. علاه عايش بلدان الغير؟ علاه عايش انت في الخارج؟ علاه ما خليناش بلادنا عندنا التواصل مع البلاد غير؟ علاش عايش انت في الخارج؟ علاش مشيت للخارج انت؟ علاش مشيت للخارج؟ من خارج من الخارج مشيت كيف عادي مشيت. لاش وعجبني الحال وجلست. لاش لاش مشيت؟ لاش مشيت سائح انت؟ مشيت سائح ولا مشيت عشت فيه؟ انا قلت لك خرجت سياحه وعجبني الحال وجلست. هذا ما نكذبش عليه وغير خدمت. ولا سبحان الله، ولا ما تعيش في بلادك انت هذه بلادك اللي تعرفها ما عجبتك كسائح وتعيش فيها؟ علاه مشيت لبلدان الاخرى وعجبتك هذه البلدان وعشت فيها؟ لان لقيت فيها التطبيب ولقيت فيها الشغل ولقيت فيها السكن احسن ولقيت فيها احترام حقوق الانسان ولقيت فيها كل ذاك الشيء اللي ما لقيته عندك في بلدك. هذه السكيزوفرينيا اللي انتم عايشين، عايش انتم واحد السكيزوفرينيا مختلفة، تقولوا ان المغرب زين وبغيتوا الناس تعيش في هذاك الواقع المر، يعني في الفقر وفي التشريد وفي قلة الصحة وفي قلة التعليم وفي قلة الشغل، وانتم شو انتم تعيشوا بخير وعلى خير في الخارج، ومن الخارج تبقاو تطبلوا لهذاك النظام اللي انتم ما تقدروا تعيشوا معاه. واخا خويا محمد غادي نعطيك واحد الحاجة. دابا في المغرب في التسعينات، المغرب كي كان في التسعينات كي اليوم، انت بشحال ما شفتي المغرب؟ انت هو راه التقدم الزمني، التقدم الزمني. انت درك شحال في عمرك؟ انت درك الى عاد عمرك 60 عام لا نقول لك انت رانا في الاربعينات كنت كيف اليوم في الستينات؟ رانك تتقدم في العمر، تتقدم في العمر كيف ما تتقدم الزريبه تتقدم ولا ما تتقدم؟ العالم يصنفها 123. انت كطيع الهضره ما تقولش زريبه. دابا انت 40 مليون دينار. اه والزريبه الزريبه زريبه. لا لا زريبه كاينين الشرفاء. لا انا ما تكلمت عن الناس، انا ما تكلمت عن الناس، انا تكلمت عن وضع بلد معين يسير فيه النظام على اساس انه عايش في زريبه. هو يتعامل معاكم الملك بحال الزريبه، هو الملك يتعامل معاكم بحال الزريبه وانتم ما تقدروا تتكلموا معاه. هو شوف يطبع ما يقولها لكم، يجيب لكم الاسرائيليين ويطبع معاهم ما يقولها لكم، ما يستاصركم، ما يسوى لكم، ماشي. يجيب القوى الخارجيه ويدخلها لكم. والدول العربيه ما تبعوش، والدول العربيه اش غادي لك انت في الدول العربيه؟ اش غادي لك انت في الدول العربيه؟ اش غادي لك انت في الدول العربيه؟ واهتم لا بلدك. المصري اخونا المصري واهتم بلدك انت. انا خليني اكلمه. لا تفضل تفضل الاخ ابراهيم، تفضل الاخ ابراهيم. ربما شوف الصوت عندك انت غير جاهز اصلا للنقاش، انت غير جاهز للنقاش. مصر مش مطبعة، مصر عندها اتفاقية سلام، مصر عندها اتفاقية سلام بعد حرب، بعد اربع حروب مش حرب واحدة، 48 56 67 73، فمصر عندها اتفاقية سلام عشان ما يقلدش عليك الامر. النقطة الثانية اللي انا مصالح دولي يا اخويا، احنا طبعنا على مصلحة مصالح دول، احنا الدول اللي هدوا فينا.
معني انا سبتك تتكلم. مفيش مصالح دول بالتحالف تحت رايه الصهاينه والصليب. انت كانسان مسلم عندك تشريع لازم تحترمه، وانت مجبر تحترمه كشعب مغربي، ان الرسول والدين الاسلامي منع التحالف مع النصارى ومنع التحالف مع اليهود. اذا انت لم تستشار من القائد بتاعك في التحالف مع اليهود. اذا التحالف ده لماذا ادى التحالف ده؟ طالما انت بترسم لنا المغرب الجميل المتحضر اللي هو احسن بلد في الاقليم واحسن بلد في العالم، المغرب ما عندوش قوات مسلحه تدافع عنه. المغرب لو دخل حرب مع الجيش الصحراوي الجيش المحدود هيخسر. ليه؟ لان المغرب غير مدار بفكر رشيد كون مؤسسات تقدر تدافع عن الشعب المغربي وتقدر تجيب حقوق الشعب المغربي من بعضه البعض ومن العدو الخارجي. احنا بنتكلم على حق شمولي ادى لوجود المغرب الحالي شعبيا للقرون الوسطى وحضاريا في البنايه والمعمار، وده طبعا مش ملك المغرب. احنا عارفين ان البنايه اللي في المغرب او البنيه التحتيه او التنميه الاداريه اللي في المغرب كلها مبنيه بديون وتابعه للغرب. اذا لم تسدد ديونك في المواعيد المحدده هيحجز عليك البنك الدولي ويدير هو المؤسسات بالشكل بتاعه اللي احنا دلوقتي بدأنا نشوف بوادرها، وبدأنا نشوف في دولة زي المغرب اللتر بتاع المحروقات لتر البنزين وصل لدولار ونص، وده أغلى سعر بنزين في الوطن العربي. مصر اللي فيها 110 مليون نسمة لتر البنزين فيها ب 30 سنت، يعني أقل منكم 5 أضعاف، والشعب اكثر من بركه ما تخلط. بركه ما تخلط، انتم قاتلكم الجوع وكتهضر. بركه ما تخلط، انتم قاتلكم المسيريه في مصر او تقول لي يا مصر مصر ما عرفناش مصر. انا مشيت مصر مشيت ليها 6 7 المرات وما يجيش مصر. انتم قاتلكم المسيريه الكبيره والاقتصاد ديالكم ما يباش مع الاقتصاد المغرب واساسا وما قديش براسكم. احنا يا ماشي دولة يعني عظمى وقوية وكذا، ولكن انا مليح، راني مليح احسن منكم. انت ميزانيتك كلام غلط. انت ميزانيتك كام السنه؟ لا ماشي كلام عشوائي، انا شفت بلدك وروح شوف انت بلدي. انت ما شفتيش بلدي وتقول لي ما تحالفش مع اسرائيل وكاين دوله كتحكم 15 زياره للمغرب. وانتم كتهضروا على الانفصاليين، كنتوا كتعاونوا الانفصاليين. لا اخ علان، 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 لا اخ علان. هلا شوف خلي تكلم هو وتكلم انت باش تسمع. هو اقليم الصحراء او دوله الصحراء عمرها في التاريخ ما كانت تابعه للمغرب. برشلونه اقليم انفصالي لانه تابع لاسبانيا. اما الصحراء الغربيه عمرها تاريخيا ما كانت تابعه للمغرب. اديني دليل تاريخي واحد باعتراف الملك السلطان محمد عبد الله سلطان المغرب بان اقليم الصحراء غير تابع للسياده المغربيه. باعتراف منه مش شايف خريطه الخريطه المغرب قبل اللي خريطه المغرب كان فيها احتلال. خريطه المغرب كان فيها حمايه فرنسيه تنتهي عند واد نون. والشمال الريف كان فيه في نهر السنغال. احنا الخريطه الحدود نتاعنا في نهر السنغال. انت راك غلط. هي كلها مخلفات فكريه انت تعلمتها من اسره علويه فاسده. كل يا اخي علان يا اخي علان يا اخي علان شوف يا اخي علان، رانكم مراد بالفكر التوسعي، راه عندكم مشكله في الفكر التوسعي. انتم شوف بلادكم ماكم محافظين عليها من العلويين، ما قدرتوا تحروها من العلويين محتلين لكم. انتم اسالها لحظه ولا اعطيني اسمعني من فضلك اسمعني. انا سمعتك. شوف انتم ارضكم ارض المغرب ماكم مستغلينها بها، محتلينها العلويين، يعدلوا فيها اللي بغاو، يجيبوا لها الاستعمار، يجيبوا لها الحمايه الفرنسيه كيف بغاو، يدخلوا لها القوى الاستعماريه اللي بغاو، ياكلوا ثرواتها، يهربوا ذهبها، يهربوا نحاسها، يهربوا فوسفاتها، يهربوا ثرواتها كيف بغاو، قرون على قرون على قرون. انتم ماكم ما معطي لكم حتى الفرصه تعيشوا في وطنكم معززين مكرمين. والدليل هو انت هربت من الزريبه، انت هربت، انت ماشي عجبتك دوله اخرى، انت هربت. لا هربت، لا هربت. شوف هربت، شوف لو كنت مهندس وجاتك كونترا باش تخدم مع شركه كبيره في اوروبا نقول لك برافو عليك. لما تقول لي بانك
كادر كبير قريت في المغرب الى ان اصبحت يعني ما شاء الله طيح السماء على التراب وجاتك شي كونترا من شي دوله في العالم، ما نقول لك برافو عليك. انت ماشي مديك الفقر باش تعيش في اوروبا، باش يعود عندك سالير كيف الناس، وتعود عندك سكن كيف الناس، وتعود الى مرض تقيس المستشفيات وعالج كيف الناس. تقول لي اليوم احنا رانا ترابنا تمتد الى نهر السنغال. ايوا يا اخي، لماذا لا تسترجعونها؟ علاه ما تسترجعوها؟ علاه ما تدخلوا الموريتان وتحروها وتردوها لكم؟ وفيكم اللسان، فيكم اللسان، خلاكم النظام السياسي خلى لكم اللسان، خلى لكم اللسان طويل. انتم بغيتوا السنغال وبغيتوا موريتان وبغيتوا بشار وبغيتوا تيندوف وبغيتوا جيبوتي وبغيتوا افريقيا وبغيتوا ما خلق شي ما بغيتوه، وانتم ماكم قادين تحروا حتى ذاك متر اللي تعيشوا فيه. انت ما نقاد تحرر حتى المدينه اللي تنتمي لها، انت ما نقاد حتى تحرر حتى البيت اللي تعيش فيه مع والديك، ما نقاد تحرروا، ولكن لسانك طويل. الفكر التوسعي، انتم امراض بالفكر التوسعي، عايشوكم على الفكر التوسعي اللي بغى لا فيه. وانت تقول لي نهر السنغال، ومن يصدق نهر السنغال؟ راه انتم لا انتم وحدكم اللي تصدقوا نهر السنغال، لا وحدكم وحدكم. دابا انتم الصحراويين اساسا عطاوكم الملك الاستقلال وما باغيش الملك ما عنده ما يعطينا حنا، الملك ما عنده ما يعطينا حنا. الملك شوف شوف الملك 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 حنا ما لنا منفصلين، احنا ما لنا انفصاليين، احنا ما لنا انفصاليين، احنا في ارضنا. الملك ما عنده ما يعطينا، لا عاد الملك بغى يعطيكم يعطيكم انتوما، يعطيكم انتوما الحكم الذاتي، والله يعطيكم والله يعطيكم استقلالكم. اما احنا ما عنده ما يعطينا الملك، شنو يعطينا؟ يعطيني شي ما يملكوه. تفضل الاخ ابراهيم، تفضل الاخ ابراهيم، خليك من الجزائر. تفضل الاخ ابراهيم والاخ قادري، تفضل تفضل. وانا نتكلم مع محمد، نتكلم مع محمد، هو عطاني الكلمه راني نتكلم. لا خلي لا لا علال علال لا علال علال، خلي الاخ خلي الاخ قادري قادري يتكلم. تفضل الاخ قادري. انتم بالنسبه لكم اي حاجه الجزائر وشنقريحه وتبون يا اخي عندكم قضيه مع الاخوان الصحراويين، هذه قضيه راهي عند الامم المتحده. علاش الجزائر؟ علاش انتم دائما الجزائر؟ هذه اللي حاب نفهمها، علاش الجزائر؟ وانتم باش عندكم شي دوله اخرى من غير المغرب؟ عندكم شي موضوع من غير المغرب؟ وراش راك شوف شوف نقول لك احنا كل نقول لك الجزائر بالنسبه للشعب وللدوله، احنا كان عندنا دائما ردود افعال، ما ظلمناكمش وما نظلموكمش، احنا كان عندنا دائما ردود. وشنو دايرين؟ شنو دايرين؟ قاطعين السماء وقاطعين الارض وقاطعين، شنو دايرين انتوما؟ شنو دايرين؟ وليد احسن منكم انتوما. بكم جبتوا لي بكم جبتوا اسرائيل يا علال، بكم جبتوا اسرائيل، انتوما جبتوا اسرائيل، انتوما جبتوا اسرائيل الى 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 وسط. لا انتوما اللي جبتوها. وشوف وما انتم اللي جبتوها، جابها سيدكم. ما انتم ما عندكم، انتم الشعب، انت كاع مانك ساكن في المغرب، انت مانك ساكن حتى في المغرب، انت مانك ساكن حتى في المغرب، تجيب ولا تخلي. اللي جاب اسرائيل جابها الملك، جابها الملك بلا ما يستشاور معاك، انت بلا ما يسولك جابها الملك. دخل محمد اسمح نعم. لي والله نطرح لي سؤال في نظرك انت، الكيان الصهيوني هذا، نعطيك سؤال وجواب. دولة كمسلم كمسلم معنى الكلمة، انا معترف بها الاتحاد الاوروبي كاملة. يا اخي ما يهمنيش، كل واحد ودينه. احنا انا عندي كل واحد ودينه. انت راك تعيش مع الفرنساويين، فرنساويين مسلمين، انت متبع مع فرنساويين قاتلين الملايين، انت راك متبع معاهم وقاطع معايا حنايا المغاربة. ما عملكم والو، ما درنا لكم والو، قاطعين. لا 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 ما عملتوا اي شيء انتم. انتم ابرياء، انتم ابرياء، عملت معكم فرنسا. انتم شوف، انتم طامعين في الصحراء الشرقيه كيف قلتوا، الصحراء الغربيه، وطامعين في نهر السنغال. جيبوا الشرقيه خويا محمد، دابا وصل الوقت ديالها الصحراء. ولا تجيبوا ولا جبتوا لا سراويلكم لاباس، شفتوا لا جبتوا سراويلكم لاباس. انتم اش لا تجيبوا فيكم اللسان، فيكم اللسان، شوف فيكم اللسان، فيكم لسانكم طويل. اما عند المعركه وعند الحسم
والله ما تجيبوا الا ما عاد زراوي لكم، ما عندكم، ما عندكم شو الشجاعه ما يفيكم، وما تقدوا تدافعوا عن ارضكم، وسبتوا مليليه محتله راه محتلتين حذاكم، ما تقدوا تسترجعوهم. وشوف وشعبكم، وشوف وشعبكم، وشعبكم شوف وشعبكم يفر يركب في البحار، وماكم قادين تسترجعوا كرامته. وما ما اخر شيء تتكلموا انتم عنه هو نحروا، وش يتحروا وانتم ما قديتوا تحروا؟ ابسط شيء هو الاسعار اللي عندكم في المغرب، ما قديتوا تحروها انتم، ما قديتوا حتى تعودوا كيف البشر عندكم مستشفيات تعالجوا فيها انتم، ما زالت الوفيات تسجل عندكم كل نهار. انت راك ما شايفش المغرب محمد وكتخرب، انا ماني شايف المغرب، ماني انا ماني شوف انا ماني شايف المغرب اللي شايف انت اللي باغي تقدم لنا انت، وانت عايش خارج المغرب. انا كنت عايش في المغرب وانت انت خارج المغرب. شوف انت 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 هربت من المغرب، انت انت هربت من المغرب. الكبرانات شو هادي يعطيوك الكبرانات؟ الكبرانات راهم عايشين. وبرافو عليهم الكبرانات، برافو عليهم الكبرانات، هما بعد على الاقل شوف شوف عندهم الكبرانات وعندهم الجنرالات، شوف وعندهم شوف عندهم الكبرانات وعندهم الجنرالات وعندهم جيش. اش عندكم انتوما؟ اش عندكم؟ عندكم دنيا باطنه، وعندكم المقرد، وعندكم المقرد اللي متهم بالاغتصاب. اش عندكم؟ عندكم الشيخات، شوف عندكم الشيخات كل عام كل عام كل عام صاحب الدجاجة هذا يكرمهم في 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 المناسبات، يعطيهم الأوسمة درجة فارس، شيخة شوف شيخة درجة فارس. هو دابا هو دابا بنقول لا يخلط، هو اللي كيخلط. لا ما تخلطش، لا 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 رانا في نقاش. تيح لي الهضرة نطيح له الهضرة. لا لا ما نطيح، علاش نطيح الهضرة؟ شنو نطيح الهضرة؟ أنا نقول لك على أنه صاحب الدجاجة يكرم شكون في كل مناسبة؟ يكرم الشيخات، يكرم العلماء، يكرم الباحثين، يكرم شكون؟ يكرم الشيخات والفنانين هذو اللي ينشروا لكم الفسق والعهر فقط. شي كرم نعطيهم لك واحد واحد؟ شي شي كرم؟ شي كرم سيدك من غير انت مع الملك؟ خلي الملك، الملك خليك من الملك، دابا تهضرش على الملك، هضر على المغرب. انت دابا الملك هو المغرب، الملك هو المغرب. شوف الملك، شوف الملك هو اللي ساركم، والمالك ما عنده لا احزاب ولا حكومه، وما عنده لا احزاب ولا حكومه ولا جيش. المالك هو اللي يحكمكم، هو اللي يتحكم فيكم، هو اللي قال لكم، الا قال لكم موتوا موتوا، الا قال لكم احياوا احياوا. اش من السلطه العليا عند المالك بالحق. دابا كاينين الحكومات، كاينين كذا، انت ما تهضرش في المالك. دابا انت تخرط في المالك، ماشي مليح، ماشي مليح. علاه ماشي مليح؟ علاه ماشي مليح؟ علاه ماشي مليح؟ يا صاحبي انت، انا حبيت اتناقش معك لكن انت نقاشك عشوائي وشعبي. السلام عليكم، السلام عليكم الاخ قادري، تحياتي. مرحبا وسهلا. واش واش انتم عندكم سلطه في مصر؟ عندكم سلطه في مصر؟ انت ربما انت غير مقتنع. وانتم عندكم سلطه في مصر؟ هو اسمع اسمع الاخ علال، وطرحت سؤال، خلي الناس تجاوبك، كون ديمقراطي شوي. راه البلطجيه ما عندها ما تزي، الحوار البلطجي ما يزي شي. اسمع انت ما كنديرش البلطجه. هو اسمع هو اسمع هو اسمع 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 انت ربما غير مطلع على يعني الامور جيدا. انت بتقارن مصر بالمغرب، تمام؟ خلينا نمشي على الطرح بتاع مصر. عندها مرحبا خجت جيش مكون من عشر من مئات الالوف، مجرد قطاع واحد في الجيش المصري اللي هو الدبابات المصريه اكثر من 6000 دبابه، منهم اكثر من ما يعادل من 5000 دبابه ام 1 اي 1. تعرف بس ال 5000 دبابه دول لو بعناهم نشتري بيهم المغرب. ادخل شوف سعرها كام، وده تسليح الجيش المصري، جزء واحد فقط. انا قلت لك الدبابات، فاهمني؟ انت تتكلم بنقاش عشوائي. كلمناك الاداره بتاعت المغرب ماشيه ازاي اقتصاديا، ما ردتش. سياسيا ما ردتش، عسكريا ما ردتش. طب مصر اللي انت بتقارن بيها المغرب، مصر عندها جيش؟ خليني نرد على الدبابات. لا يرد، لا لا لحظه، على خليه يكمل كلامه ولا يطلع عليه يخليك تشاوب. فاحنا بنقول لك ان المؤسسات الحقيقيه هي اللي بتولد تفاعل اجتماعي، هي اللي بتولد مجتمع قوي. لما جه سعد الدين عثماني، لما جه سعد الدين عثماني سنه 2020 وقال ان التطبيع مع اسرائيل كان قرار متخذ مقبلا، احنا مجرد نفذناه. اذا رئيس الوزراء اللي انت انتخبته ما عندوش قيمه. اذا زي ما قال لك الاستاذ محمد،
ان كل السلطات في ايد انسان واحد، والانسان ده غير مؤهل، وهدفه غير هدف الشعب المغربي. هدفه هو استمرار سلطته وملكه لشعب مغيب غير مطلع ومعزول عن الواقع. انت اذا شفت امان الشعب المغربي في العيش الكريم، في نصرة الدين الاسلامي، في التعاون مع الجيران اللي بينتموا ليه نفس الدين والعقيدة، كل ده هتلاقيه بيعمل ضده محمد السادس باعتراف سعد الدين عثماني رئيس وزراء المغرب، اللي قال ان دي تنفذ قرارات كانت اصلا متخذة، يعني انا ما عنديش حق ان انا ارفضها. بعض القرارات السيادية التانية، بن كيران اللي كان قبل العثماني اللي طلع قال احنا اتفاجئنا لما مسكنا الوزارة بعد المشاكل اللي حصلت في ما يسمى بالربيع العربي، ان معظم الملفات الاقتصادية القومية لابد ان فرنسا توافق عليها الاول قبل المغرب ما توافق عليها وقبل الملك ما يوافق عليها، لان اتفاقية اكس ليبان اللي هي موقعة وثيقة الاستقلال السورية تدل على ان كل المشاريع القومية كل التوجهات السياسية الاقتصادية لابد ان هي تكون يعني تحت رضا فرنسا، واذا خلفت فكر فرنسا ما تقدرش المغرب ان هي تنفذها. فانت لازلت محتل الى اليوم، الى اليوم لم تستقل المغرب، وده باعتراف رئيس وزراء المغرب سعد الدين عثماني وبن كيران، مش باعترافي انا. واذا مش مصدقني ارجع لليوتيوب وشوف اعترافات سعد بن كيران. خليني اجاوبك، انا نسمعهم بعد نعطي الكلمه الاخ حمدي. انت تكلمتي على الدبابات والخورده، الخورده دابا رانا في 2023، الخورده نتاع روسيا ما بقاتش خدامه. شتي روسيا راها قالت لك غتهجم على اوكرانيا جوج سيمانات وغيخلص الموضوع. ايوان امريكيه دبابات مصر غيخلص الموضوع. خلينا نكمل دابا نجاوبك، تهضر على الدبابات. فهي شوف، هي يا الاخ ابراهيم، هي في نظر العياشي حتى وان كانت امريكيه فهي خورده روسيه. نعم تفضل اخ علام، تفضل. دبابات مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة اللي عندها الدبابات M1 A1 أمريكية. إيوا شنو عاملين فيهم يا أخي؟ هذا الدبابات، ولكنها ولكنها الأخ إبراهيم هي دبابات روسية، هي دبابات روسية في نظر العياشي يا أخي والحسن الثاني. وقال الحسن الثاني هو ما يعرفش دبابات المغرب M1A1، لأن 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 هاي العبارة قالتها شوف خيخي في وقت من الأوقات، فالتقطها العياشي ولا بد أن يكررها، أنه هذه هي الخردة الروسية. واش أنت عارف شنو هي روسيا يا علال ولا مانك عارف؟ وشنو هي روسيا؟ انا عايش في المانيا، شنو هي روسيا؟ انت عايش في المانيا والله عايش، وانت عايش حتى تعيش في المريخ، واش عارف شنو هي روسيا ولا مانك عارف؟ فين هي روسيا؟ فين هي روسيا؟ مانك عارف شنو فين هي روسيا؟ انها الخرده. اما انتم عندكم ما شاء الله، انتم دبابات مصر خرده. ليه المغرب بتشتريها من مصر؟ فاشلة يا أخي، عندكم أنتم دولة ديالكم فاشلة. أنا معايا المصريين هنا، عايشين معايا المصريين هنا. دولة عربية اللي تحترمها أنت؟ أنا ما بحترمش دول العربية، احنا ضعاف ديمقراطية. نجي لك ولكن كنشوف بلادي الآن أحسن. وساكن في ألمانيا، وساكن في ألمانيا. أنا ولد المنطقة، اش من الزبزافي؟ ما كاين لا زبزافي لا والو. يا غير ما نكري في حر. لو كنت ريفي حر ما تتخلى عن ولاد عمك وتتخلى عن ناصر الزبزافي. لا لو كنت ريفي حر ويتكلموا لك عن ناصر الزفزافي تنتفض، تقول لهم ناصر الزفزافي خاص يطلق سراحه لانه مظلوم. ولكن ما نكري في حر. لا هو اللي مش باغي يطلع من السجن. ايه بس بالعفو الملكي، العفو لله، الله سبحانه وتعالى، الله اللي يعفو ويغفر. ما محمد السادس ما عنده ما يطلب العفو من الملك
كيطلعوا. ما وحنا قلنا لك عن قلنا لك عن الله الذي يعفو وليس البشر. البشر ما عنده ما يعفي، لا بغى يعفي يعفي محمد السادس على نفسه على الامراض اللي فيه يعفي عليه. عطى له داك السلطه، واش انا ولا انت اللي عطينا له داك السلطه؟ عطاه الله السلطه. الله سبحانه وتعالى ما يعطي السلطه، الله سبحانه وتعالى ما يعطيك السلطه باش اتق الله سبحانه وتعالى. اذا كنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى، السلطه ما يعطيها لك الله سبحانه وتعالى باش تمارس الدكتاتوريه. السلطه ما يعطيها لك الله سبحانه وتعالى باش تجلس الناس على القناني. الله سبحانه وتعالى ما يعطيك السلطه اذا كنت تعرف الله سبحانه وتعالى. اسمعني، اذا كنت تعرف الله سبحانه وتعالى ما يعطيك الله السلطه وتعود تجلس بها الناس على القناني، ولا تعذبهم في السجون، ولا ترسلهم ظلما وعدوانا للسجون. اذا كنت تعرف الله سبحانه وتعالى، راني متاكد انك شيخ، انك شيخ، انا متاكد انك شيخ، انك متاكد بانك شيخ، شيخ، وتعرف بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اذا كنت تنظر الى اخرتك، ما خاصك تقول بانه اعطاه الله الملك. الا اعطاه الله الملك خاصه يستعمله في الامور الايجابيه، وما يرسل الناس للحبس، وما يسرق حقوق الناس، وما يهرب الاموال للخارج، وما يشري بهم القصور في الخارج، وما يخلي الشعب يموت هكذا في الريف وغير الريف. اذا كنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولكن تؤمن بملكك الله يحشرك معاه فقط. هذا هو اللي نقوله لك. انا عندي سؤالين لي. 1926 العلويين تحالفوا مع مين؟ يعني الدولة الريفية. اذا كنت ريفي حقيقي، 1926 مين اللي خان محمد بن عبد الكريم الخطابي واسقط دولته بالتعاون مع اسبانيا وفرنسا، وهم دول صليبيين، حرم الرسول القتال تحت رايه الصليب. النقطه الثانيه، انا نقول لك، انا جاوبك، انت ما تعرفش عبد الكريم الخطابي، همشي مني. لا انا ما اعرفش اي شيء، انت اللي بتعرف. انا همشي، انا هحط لك السؤال وامشي، انت اللي تعرف كل شيء. السؤال الثاني اللي حابب اساله لك، انتوا تحالفتوا، وما احنا ما بنسموش تحالف، احنا في الشرق ما بنسميش اللي حصل بين المغرب واسرائيل تحالف، احنا بنسميه دمج المؤسسات، وده اعلى نوع من انواع التحالف، ما بيحصلش بين الدول الاسلاميه وبعض. انك تعمل اندماج مؤسسات، ده محتاج مستوى عالي جدا من التوافق في الوقت اللي انتوا مختلفين معاهم في كريم. اسمعني بس، انا هكمل سؤالي وامشي، النقطه اللي انا حابب اسالك فيها نقطه مهمه جدا. بعد التحالف مع اسرائيل، ماذا جنت المغرب؟ النهارده بنشوف القناه ال 12 الاسرائيليه بتشتم ملك المغرب ليل نهار. والنهارده او من يومين تقريبا قالوا ان نتنياهو ديكتاتور زي محمد السادس ملك المغرب في الكنيسة. اذا انا مش كذاب، تقدر تدخل على اليوتيوب وتشوف، انا بقول لك حقائق واقسم بالله انها حقائق. اذا ليه اسرائيل اللي المفروض بتدافع عن المغرب بسبب اتفاقيه الدفاع المشترك واتفاقيه التبادل الاستخباراتي، ليه اسرائيل بتهين ملك المغرب في الوقت اللي المفروض تدافع عن المغرب؟ انا بخلي الاستاذ محمد، تحياتي ليكم. تحياتي لك ابراهيم، ان شاء الله. بس يا ريت تعرف الرد منه وتعرفني بعدين هو رد. والله شوف، انا قبل، هو قبل ما يرد، انا عارف بانه سيرد، لا يتم يقول انه يدورنا من هون ودورنا من هون، لأن خطابي ايش لا تقول عن الخطابي، انت تنكرت حتى لهذه الاحياء. جدي كان مقاوم. هو غير تمامك مقاوم، انت ما طلعت مقاوم. طيب انا عندي سؤال ثاني وهمشي، ليه عبد الكريم خطابي سمى لما راح محمد السادس سنه 1961 في القاهره، قال له انتم لم تستقلوا، وسمى الاستقلال احتقلال، وقال له انتوا عصابه حاكمين المغرب. اسمع كلامي، طب انفصل على المغرب، انفصل. انا ليه النهارده بزور قبره، قبره الشريف، لانه انسان مجاهد شريف، قبره في القاهره في مقبره الشهداء والقوات المسلحه المصريه. اول شيء، ليه عبد الكريم خطابي قال لمحمد الخامس، قال له انتم لم تستقلوا، قال له من استقلت هي الجزائر، انتم لم تستقلوا. الكلام ده كان سنه 1962. قال له انا لن اعود. طب تخليني نجاوب، ولا راك هو لا ينزل، ولا ينزل، لا يعطيك جزاء. اخر شيء قال له محمد الخامس في الزياره بتاعته، ده موجود في الارشيف المصري، قال له انتم عصابه تحكمون بلاد اماره مراكش، وانا لن اعود الى بلدي لا طالما انتم تحكمونها. اسال اي واحد مغربي شريف يقول الكلام ده حصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا اخ ابراهيم. تفضل اخ علان. ودابا هضر على عبد الكريم الخطابي. عبد الكريم الخطابي هو وفرانكو جينيرال مزيان كانوا في الناظور، وقوم حساب وكذا، ودار المقاومين
وحارب الاسبان، من بعد بغى يعلن الجمهوريه الريفيه. هذا ما كان، مو انا كنحسب عليه منفصل، شخص منفصل جاوبوا على اسرائيل. اسرائيل انا نتحالف مع اسرائيل حسن ما نتحالف مع الجزائر. اسرائيل دوله تجيب لي الاقتصاد، تجيب لي الشغل. اقتصاد اش لا يجيب لك؟ اش لا يجيب لك؟ اش لا يجيب لك اسرائيل من الاقتصاد؟ اش لا يجيب لك؟ شنو هو اللي يجيب؟ اعطينا هذا الاقتصاد اللي جابت لك اسرائيل. اعطينا هذا الاقتصاد اللي جابت لك اسرائيل، قول لنا هذا الاقتصاد اللي جابت لك اسرائيل. تجيب شركة السلاح، راهم غادي يديروهم. اش بغيت انت السلاح؟ لاش السلاح؟ اش عندك انت للسلاح؟ اش عندك؟ لاش بغيت السلاح؟ تجارة السلاح. اليوم الدول العظمى باش راهم مزيانين. المغرب ينتج السلاح؟ المغرب لا ينتج السلاح؟ حد الان ما فيش شيء ينتج كبير. اوه انت قلت لا يجيب لك الشركات تنتج لك السلاح. اوه من غير السلاح شلا تنتج لك امال؟ جيب الاقتصاد. شنو هو هذا الاقتصاد؟ قول لنا هذا الاقتصاد اللي جابت لكم اسرائيل. وشكون اللي يجيبه؟ تجيبوا الجزائر. وقول لنا الاقتصاد اللي يجيب لكم اسرائيل، قول لنا شمن اقتصاد. راك غير انت، راك اسمح لي نقولها لك، انت لا ببغاء داكشي اللي تقرا تردوا علينا. قول لنا هذا الاقتصاد شنو هو؟ هذا الاقتصاد الاسرائيلي اللي يجيب لكم انتم اسرائيل شنو هو؟ واش انا مسؤول دوله؟ انا ما نعرفش المسائل نتاع. هو شفت هو شفت هو وعلى انت الدافع، انت الدافع لشي كاع مانك عارفه. انت لا الدافع، انت لا بحال دوك الاماع شايفهم يتكلموا عن اسرائيل. لا احنا احسن لاسرائيل من الجزائر يا اخي. احنا نقول لكم الله ان شاء الله يحصركم معاها، الى تبغوا اسرائيل الله يحصركم معاها، والله يخليكم معاها، والله الله يجعلها تعاونكم لين تعودوا لفوق 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 لفوق. ولا كذا رد بالك، رد بالك، اسرائيل نفسها ما قد تحمي نفسها. واش شايف شو واقع عندهم ولا ماك شايف شو واقع عندهم؟ شنو يحموكم انتم ولا يعطوكم ولا يعاونوكم؟ والله واحلين فروسهم وانتم واحلين فروسكم، وتشبث غريق بغريق، وخليكم يعني ستغرقون كاملين، ستغرقون. هذه اقوى اقتصاد، اقوى دولة في العالم، واحلين فراسهم. يا محمد واشبع له، اشبع له وضعهم الداخلي، اشبع له. السلام عليكم. انا حنزل. هو تهلا في راسك. مرحبا وسهلا حمدي، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام، مرحبا وسهلا والله. تحيه لك اخي محمد، ومن خلالك تحيه الى كل ضيوفك الكرام المتواجدين في هذا اللايف. والله انا كنت استمع صراحه الى هذا الحوار الشيق الذي صراحه يعكس لي الكثير من الافكار والاستخلاصات والنتائج التي تؤكد على اننا فعلا امام واقع مستعصي علينا ان نجد من يمكن ان نناقش معه الافكار او نناقش معه الطرح او التوجه او الرؤيه. فانا لا اعرف يعني كيف انسان يصعد الى لايف في ازيد من 300 مستمع، أكثر من 300 مستمع، ويتحدث عن نقاط معينة وهو في حد ذاته جاهلا لها. والطامة الكبرى وما زاد الطين بلة على أنه يقوم ويقول لك بالحرف الواحد وبكل بجاحة، وهنا أستحضر المقولة التي تقول إن لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه يقول لك أنا أفضل التحالف مع إسرائيل عن التحالف مع الجزائر. آه يا زمن، والله إلا إننا مثل ما حكوا المشارقة على أننا وصلنا إلى زمن الأنذال. فعندما يتم مقارنة كيان وهمي مغتصب يقتل الأطفال ويشرد الشعوب مع دولة قدمت للإنسانية مليون ونصف مليون شهيد من أجل الحرية والكرامة، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا فعلا وصلنا وعشنا وصرنا نرى على أننا في زمن الأنذار. ولكن دعني فقط لو تكرمت أخي محمد، وفي عجالة أيضا سوف أقوم في ثمان معدودة أقدم لمحة مختصرة للعياشة وللكليخ والقرابز والسبسيين على ما هي معنى الجزائر. الجزائر هناك صوت معنا ولد المملكة إيطاليانو لهنا، أعطوه المداخلة من بعد إن شاء الله. الجزائر مثل ما قلت آنفا قدمت للإنسانية مليون ونصف مليون من الشهداء فقط ثمنا للحرية والكرامة ومرجعية لكل إنسان يريد أن يعيش في هذه الدنيا حرا كريما.
الجزائر يا أستاذي الكريم عندما كان المغرب يقود لومومبا إلى المشنقة كانت الجزائر تصدح زهرا نهارا بأنها مع فلسطين ظالمة ومظلومة، والحسن الثاني يبث جلسات القمة العربية إلى الموساد. الجزائر يا أستاذ الكريم عندما كان الحسن الثاني يقصف الصحراويين المدنيين العزة بالنابالم والفوسفور الأبيض كانت الجزائر تقول بأنها لن تترك الصحراويين لوحدهم. الجزائر يا أستاذ الكريم لم تدعم الصحراويين والفلسطينيين فقط، بل دعمت الآينسي في جنوب إفريقيا والزانو بي إف في زيمبابوي وسوابو في ناميبيا والإمبلا في أنغولا، ودعمت حق تقرير المصير في تيمور الشرقية. الجزائر يا أستاذ الكريم ورثت لأجيالها تاريخا مجيدا من أجدادها بأن الحرية هي أغلى ما يملك الإنسان. الجزائر يا أستاذ الكريم هي الدولة الوحيدة التي جعلت من شعبها وحكومتها رسالة حقيقية لكل إنسان يريد أن يعرف معنى الحياة فليتفضل إلى الجزائر. الجزائر يا أستاذ الكريم هي قرن تلك الرئة التي سرار الأحرار يستنشقون فيها هواء نقيا مفعما بالتضحية والكرامة بدل الانبطاح والعبودية، ويأتيني أنا عياشي أو قربوز ويقول لي أنا أفضل التحالف مع الكيان الصهيوني على التحالف مع الجزائر، وأنا أقول لك أنك وأمثالك إذا أردت الحديث عن الجزائر فيجب عليك أن تغسل فمك 7 مرات حتى يصح لك نطق كلمة الجزائر. أما فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية فنحن تحدثنا مرارا وتكرارا وقدمنا كل الحجج والبراهين ووصلنا إلى خلاصة بسيطة على أن كل صحراوي وكل إنسان متضامن مع قضية الصحراء الغربية يتحدث بالحجج والوثائق والقرارات والتوصيات والأحكام، بينما المنبطحين والمطبلين لنظام الاحتلال المغربي لا تجدهم إلا متحدثين بخطاب شعبوي سفسطائي عقيم ما أنزل الله له من سلطان بحجة أو دليل أو مرجعية يمكن لكل مستمع أن يجدها فيه. وشكرا جزيلا. شكرا لك حمدي، مرحبا وسهلا. نفتحوا نعطوا الفرصة للأخ والمملكة الإيطالية وتحياتي، مرحبا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا يا اخي. خلينا نجاوب، نتمنى من الاخوه فاش يطلع الانسان. سماك الله من منين؟ سماك الله من منين من فضلك؟ معك مغربي يعني من ادم من ايطاليا، مهندس دوله. مرحبا وسهلا. يعني اعيش في ايطاليا نظرا لان جدي مغربي وحارب في ايطاليا من اجل استقلال ايطاليا ضد النازيه. واول يعني ورسالتي لكل من يريد ان يتكلم عن الشعب المغربي الابي الذي حرر ومنهم جدي الدول الغربيه من النازيه وجعلها الان تعيش في هذه الديمقراطيه وهذه الحريه. كذلك لدينا الحمد لله رجال جاهدوا بأنفسهم في الجولان وقبورهم تشهد عليهم كما تشهد عليهم القبور في فرنسا وفي إيطاليا وفي ألمانيا وفي إسبانيا وهولندا. نحن من صنعنا التاريخ. كذلك لدينا الرجال مع صلاح الدين الأيوبي اللي ذهبوا إلى القدس وعدنا باب المغاربة. أخي محمد أنا نسولك سؤال صراحة. شو يعني باب المغاربة؟ ما دمت قد قلت ما باب المغاربة، شو يعني باب المغاربة؟ عدنا في القدس باب المغاربة. ماذا يعني باب المغاربة؟ ماذا يعني باب المغاربة؟ باب المغاربة حرروه المغاربة الأحرار. لا خادم 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 الأخ آدم شوف الشعارات وذاك الشعر لك لا 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 انا شوف اسمعني 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 لحظه 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 انا سالتك انا طرحت عليك سؤالا او اسمعني شوف انا سمعتك انا شوف انا طلعتك وانا اعطيتك الكلمه انا شوف طلعتك شوف انا طلعتك انا طلعتك واسمع اسمع 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 عدل الفران شوي عدل الفران شوي فراني شوي أنا أعطيتك أنا طلعتك وأعطيتك الكلمة وسمعتك ومشيت للجولان ومشيت للفلسطين. ولحظة لحظة
وعود عندك، وعود عندك ادب الاستماع، عود عندك ادب الاستماع، ادب الاستماع. رانا كي قلت لي مهندس دوله، احنا اذا نتكلموا مع مهندس دوله اسمع اسمع. شوف باب المغاربه، باب المغاربه، انا انت قلت قلت باب المغاربه، انا سولتك ما معنى باب المغاربه؟ هل باب المغاربه هو للمغاربه ام لاهل الصحراء الغربيه، والله لاهل تونس، والله لاهل الجزائر، والله لاهل موريتانيا؟ هل المغاربه تقصد فقط انه المغاربه المغاربه، والله المغاربيين؟ المغاربه اخي العزيز، وعليك كنتمنى منك انك يعني صراحه، او تعال نصحح لك وتعال نصحح لك المعنى، وتعال نصحح لك وتعال نصحح لك وتعال نصحح لك المعلومه. شو تعال نصحح وخليني ونصحح لك المعلومه، نصحح لك المعلومه. غير وانا مطلعك انت ضيف عندي غير احترام الحوار. انت انا طرحت لك سؤال قلت لك هل المغاربيين ولا المغاربه، قلت لي المغاربه. او تعال نصحح لك انا، باب المغاربه، باب المغاربه، باب المغاربه للمغاربيين. وهذا العبد الضعيف اللي يتكلم معاك، اللي يتكلم معاك في اللايف، عندي عمي كان فهم، عندي عمي، عندي عائلة عمي كاملة كانت في باب المغاربة يا غار. ما هم جايين من المغرب، جايين من الصحراء الغربية. أول عائلة صحراوية تقيم في القدس الشريف هي عائلة الليلي، تعود في راسك. إذا لا أنتم لا باب المغاربة، المغاربة احنا رانا حررنا. ايضا من عائلة، اسمعني، من عائلة من استشهدوا هناك، وايضا في الجولان اخي. لا 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 تغير. غير ما تقصي الناس، غير ما تقصي الاخرين، ما تقصي الاخر. لا لا اقصي، انا المغرب اقصد من المغرب، من طنجة للقويرة. اها القويرة ما يخالق. شوف طرت النمل للقويرة، القويرة لا يستطيع سيدك. شوف القويرة، شوف والقويرة شنو هي؟ القويرة شنو هي؟ شنو هي القويرة؟ منين هي القويرة؟ منين هي القويرة؟ منين هي القويرة؟ مغربية، مغربية. وشوف القويرة مغربية، شوف والسنغال مغربية، واد السنغال مغربية، وموريتانيا مغربية، وشوف وسويسرا، شوف وسويسرا، وسويسرا مغربية، وشوف وسويسرا مغرب، وسويسرا. وما هو الليلي، ما هو الليلي، ما هو الليلي، ما هو الليلي؟ بس تعرف انه بعد رانا مختلف، ما احنا مالنا شعب واحد. احنا قالنا الليلي، الليلي، ما قالنا الليلي، ما الليلي نقولها لشي حد ثاني. يلا انت كنت يا نسميك محمد، يا محمد انا كنت نشوفك. خليك مني انا، خليك مني انا، انا ما نناقش معاك. شوف خليك مني انا، 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 خليك مني انا. احنا ما نفتحين النقاش عليا انا، احنا نناقشوا ملف عام، عام. يلا هو ناقش معانا الملف العام الليلي. انا مالي الليلي، انا مالي الليلي، انا الليلي، انا قال لي الليلي. انت من المناطق اصلا، ليس حتى من اللي داخلها، انت راك مغربي وغيرك. ومانك عارف التاريخ، مانك عارف التاريخ، وانت تردد. شوف انت تردد، انت تردد، شوف تردد، انت تردد ما تقول لك. شوف خيخي الى عتمانك عارف الليلي شكون هما، امشي اقرا، امشي اقرا، خاصك تمشي تقرا، خاصك تعرف من هما الليلي، من هما، مانك عارف انت. لا كيف هذا، تقرا التعاليق في الفيسبوك وتقرا التعاليق في اليوتيوب وتجي ترددهم. والله نفسك تقرا انت يا اخي محمد، هذه القرايه كاع كلها اللي قريتي والله ما نفعتك اليوم. نقولها لك ما يلي تنفعني معاكم انتوما، ما يلي تنفعني معاكم انتوما، ما يلي تنفعني معاكم انتوما. شوف ارجع لنا الموضوع، ارجع لنا الموضوع. ايها المهندس الدوله، اي يا مهندس الدوله، يا مهندس الدولة، يا مهندس الدولة، راني ماني نخليك تتكلم إلى ما أدبت، إلى ما نظمت النقاش، ماني نخليك تتكلم. أو تكلم بشكل عام، يلا تكلم بشكل عام يا مهندس الدولة، يا المهندس المحترم. نتكلم بشكل عام، لي قول لي الصحراء الغربية، الصحراء الغربية أنت تسميها طنجة القويرة، المغربية
قول لنا ما دليلك، ما دليلك، ما دليلك أيها المهندس على أنها مغربية؟ يعني البارح، البارح في الاتحاد الإفريقي 36 دولة برئاسة سيراليون قدموا وثيقة لاعتراف بمغربية الصحراء، 36 دولة في الاتحاد الإفريقي، فهمتني ولا؟ 36 دولة. والله، ثم والله، ثم والله، وثلاث يسمعها الله، وأمام 325 شخص، يا أنت إنسان كاذب لأنه ليس في الاتحاد الإفريقي. والله وانا اتحدث واقدم الدليل وما وانت في الاوهام. فهمتني يا مهندس الدوله، 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 ورانك لا تخلط هون، راك لا تخلط. اش من الاتحاد اللي تخلط انت؟ لحظه انا نقول لك هاو شفت هاو الشخص، انا الشخص، انا حتى انت كنت مع جداتك، شوف انت كنت كذلك مع جداتك، شوف انت كنت كذلك، انت مع جد، شفت مشيت هاو شفت، ما عندكم، ما تقدد مهندس الدولة ما يناقش، لا يقد يناقش، بطل المغوار وجدي وكان جدي والنازية وكذا، بكم قطيع، بيكم تقادوا كالقطيع، بيكم تمشوا تشاركون في حروب ما عندكم بها علاقة، مستعدين تموتوا على أراضي الغير وماكم مستعدين تموتوا على أرضكم. مهندس الدولة بقات مهندس الدولة. حمدي شكرا جزيلا لك لأن نقطعوا هذا اللايف. شكرا لك والله. كلمة أخيرة محمد، السلام عليكم. أنا كان لدي فقط سؤال له واحد، وهو أن جده هذا الذي حرر إيطاليا من النازية وحارب أجداده الآخرين في الجولان، لماذا لا يحررون الشعب المغربي من هذا النظام الدكتاتوري الغاصب؟ هما التحرير بعيد فيهم، مش لا يحرروا، هما لا ينكروا باش يموتوا من أجل أراضي الغير. تحياتي لك، مرحبا وسهلا والله، تحياتي لكم كاملين، شكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في مباشر الآخر، مرحبا وسهلا.